لو حابب تتفرج على ملخص اول 6 حلقات هتلاقيهم في اللينك اللي فوق ده. اليزابيث ما كانتش طفلة عادية، ولا حياتها كانت حياة عادية. هي من يوم ما ابوها ما بقى ملك وهم بيجهزوها عشان تبقى خليفته والملكة من بعده. ففي الوقت اللي العيال اللي كانوا في سنها بيلعبوا ويهزروا ويتعلموا 1+1=2، هي كانت بتتعلم الاتيكيت وتعمل ايه في المراسم وتمشي ازاي وتاكل ازاي وتتصرف ازاي، لانها ملكة ما هياش اي حد. وحتى ما تعلمتش تعليم عادي زي باقي الاطفال، هي تعلمت بس الدستور والقانون وصلاحيات حكمها. بس برغم ده كله اليزابيث كان عندها قلة ثقة في نفسها، لانها شايفة انها ما تعلمتش مثلا هندسة ولا علوم ولا جغرافيا، فحاسة ان دايما في حاجة ناقصاها، ودايما كمان حاسة ان منصبها ده ملوش اي لازمة. هي حرفيا ما بتعملش اي حاجة غير انها بتفضل ساكتة وبس. وقالوا لها ان الصمت لغة العظماء، يعني لو مهما حصل في البلد هي كل اللي عليها انها ما تعملش اي حاجة. هو منصبها ده منصب شرفي تشرف بريطانيا في العالم كله، واصلا معظم وقتها بيبقى انها بتعرف ايه اللي بيحصل في البلد من غير ما تعمل حاجة، والوقت التاني بتقضيه في جولات سياحية بتلف فيها على البلاد اللي تحت الحكم البريطاني. بس اليزابيث حبت انها تثقف نفسها، وانها ما تبقاش عاملة زي كوز الجوافة كده وبس، وانها ما تبقاش مجرد طيس في عجلة، بل المفروض انها تغير بعض الاحداث. وفعلا جابت دكتور جامعي اسمه هوج، وبدأ يعلمها شوية معلومات عامة يزود شوية ثقتها بنفسها. في نفس الوقت ده كان تشرشل تعب جامد وجات له جلطة، وكانت ساعتها بدأت الحرب الباردة بين روسيا وامريكا، وكان لازم بريطانيا تتدخل عشان تحاول تصلح الامور بينهم. وكان المفروض ان وزير الخارجية بتاع بريطانيا هيروح يقابل ايزنهاور رئيس امريكا، بس الوزير ده كمان تعب ومقدرش يقابل الرئيس الامريكي، وده معناه ان اهم 2 في الدولة واللي يعتبر بيحكموا بريطانيا تعبانين. مش دي بس المشكلة، المشكلة ان تشرشل ووزير الداخلية خبوا عليها اللي بيحصل ده، وتشرشل بعت جواب للملكة وقال انه عنده شوية بيدو بس. بس بيدو كانت الازمة الامريكية يوسية لازم لها حل، فتشرشل بعت مندوب من عنده يقنع الملكة انها تبعت دعوة بزيارة رسمية للرئيس ايزنهاور، وساعتها يقدر يتكلم معاه تشرشل. والملكة وافقت على كده فعلا، وبعتت الدعوة للرئيس الامريكي، والرئيس الامريكي وافق هو كمان. وساعتها تشرشل فرح جدا وقام من على سريره، بس هوب وقع تاني وجات له جلطة تانية في اقل من اسبوع، وبرضو هو ووزير الداخلية اخفوا عن الملكة اللي حصل ده، ولغوا الدعوة بتاعة الرئيس الامريكي، وقالوا للملكة ان الرئيس الامريكي هو اللي اعتذر. لحد اما الملكة بالصدفة عرفت من مساعد تشرشل اللي وقع قدامها بالكلام زي الاهبل، وساعتها الملكة قعدت تفكر تعمل ايه، لحد اما الدكتور هوج اقترح عليها انها تجيبهم القصر هما الاتنين وتوبخهم. وهي عملت كده فعلا، جابت الاتنين القصر، وبدأت بوزير الداخلية وقعدت تهزق فيه واديته من المنقي خيار، وبعد كده قام دخلها تشرشل وهزقته بالطريقة برضه، بس قالت له انت راجل كبير وخدمت البلد كتير، ويعز عليا انك تبقى واقف قدامي كده زي الكتكوت المبلول، انا مش كيس جوافة. لما يبقى اهم 2 في البلد تعبانين وانا معرفش، يبقى ده اسمه استهبال. ولو انت تعبان تتفضل في بيتك زي البينس كده تستريح، ونشوف حد غيرك كفء. فقام تشرشل اعتذر لها عن افعاله وقال لها انا دلوقتي بصحة كويسة، واتمنى ان سيادتك تبايكي خطايا، واظن ان سيادتك دلوقتي وصلتي من الحكمة والمعرفة اللي يؤهلك لقيادة البلاد لوحدك. وفي نفس الوقت ده المساعد بتاعها تومي كان خلاص هيطلع على المعاش، والمفروض مايكل المساعد بتاع تومي هو اللي يمسك مكانه، وكان في واحد كمان احتياطي هو مارتن، ومارتن ده خدم مع اليزابيث قبل ما تبقى ملكة، فهي فضلت ان مارتن هو اللي يبقى المساعد بتاعها مكان تومي، وقررت انها لازم تاخد بعض القرارات بنفسها، وده حقها، محدش يقدر يلومها او يغير رأيها. بس تومي قال لها يا فندم احنا كلنا تحت امري معاليكي، بس لو تسمحيلي انت في منصبك ده مش بتمثلي نفسك، انت بتمثلي التاج والمملكة، وما ينفعش التاج او المملكة يحكمها الانانية، وانا بحظيك انك تمشي على خطى عمك ادوارد. قالت له في فرق كبير بين اختيار المساعد بتاعي وبين التنازل عن التاج. قال لها ما هو عمك اول ما مسك المنصب بتاعه بدأ يغير حاجات على هواه الشخصي،
وبدأت الأنانية بتاعته تظهر وتحكماته في بعض الأشياء اللي ما ينفعش تتحكم فيها الأنانية، لأن دي قوانين وعادات من قديم الأزل، فأرجوكي التزمي بيها عشان الصورة الملكية قدام الجميع ما تتهزش. وفعلا إليزابيث اقتنعت بكلامه ونفذته، وبقى مايكل هو المساعد بتاعها. ويمكن بعض الأشخاص يفتكروا إن ده ضعف منها أو قلة حيلة، بس بالعكس تماما هو ده عين العقل، لأن الالتزام بالقوانين والظهور بالصورة اللائقة والصمت في معظم الأوقات هو عين العقل، وده اللي هنشوفه بعدين، لأن إليزابيث كانت مسافية في جولة تتفقد فيها البلاد اللي تحت الحكم البريطاني، والمفروض اللي تنوب عنها هي أمها، وأمها كانت تعبانة الفترة دي، فقالت تيوح تغير جو في اسكتلندا، وبقى المفروض اللي هتحل محل الملكة هي مارجريت أختها. ومارجريت كأنها ما صدقت إن الفرصة جت لها، لأنها عملت عكس اللي إليزابيث كانت بتعمله تماما. مارجريت كانت بتقول أي حاجة تيجي في دماغها، وتهزر وتضحك وتبقى عفوية زيادة عن اللزوم، ومش بس في المواسم اللي جوه القصر، ده كمان في اللقاءات التلفزيونية كانت كده، لدرجة إنها في مرة صرحت بحبها وافتقادها لبيتر عاشقها، وقالت كمان إنها مش مفتقدة أختها الملكة خالص. طبعا الكلام ده ما كانش ينفع يتقال بأي حال من الأحوال، وتشيرشل قال لها انت بتزعزع استقرار المملكة بالشكل ده، وانا بعت مندوب للست الوالدة عشان لازم تيجي فورا تحل محل الملكة. ومارجريت كانت بتعمل ده كله لأنها كانت عايزة تنتقم من إليزابيث بأي طريقة، لأنها كانت بتحسد إليزابيث على كل حياتها. في نفس الوقت ده إليزابيث برضو كانت بتحسد مارجريت على كل حياتها، لأنها شايفة أن مارجريت حياتها بإيديها، وأنها تملك أهم صفة الملكة ما تملكهاش، ألا وهي الحرية. الحرية أنها تعمل أي حاجة في أي مكان وأي زمان، وعشان كده إليزابيث كانت مقيدة بالعادات والتقاليد والمظاهر. وبصراحة هي ما خزلتش التاج، هي نفذت كل اللي كان مطلوب منها على أكمل وجه، حتى لو ده هيأذيها نفسيا أو جسديا، لدرجة أن فيليب طلب منها أنها لازم تستريح شوية، مش لازم تنفذ كل حاجة مطلوبة منها، وانها لما هتعمل كل حاجة مطلوبة منها هتبقى البنت المفضلة لابوها اللي مات. فقامت إليزابيث اتخنقت معاه وقعدت تضيق فيه وقالت له يمشي من وشي، وبرغم كده هي كملت الجولة وطلعت منها على اكمل وجه، وعززت مكانة الامبراطورية البريطانية بعد ما اختها ما هزت هذه المكانة. ولما يجت إليزابيث قامت مهزقة مارجريت اختها وقالت لها انت لازم تطلعي تعتذري للناس، لان اللي انت عملتيه ده مش عملتيه باسمك انت يا استاذه، انت عملتيه باسم التاج والملكه، وانا مش هزعزع استقرار المملكه عشان واحده تافهه زيك. قامت مارجريت قالت لها مهما حاولتي تعملي او تبان انك كويسه في منصبك كملكه، ده مش هيغير حاجه، لاني في الاخر هفضل انا البنت المفضله لابي، وهتفضل انت طول عمرك تحسديني على ده. بس اللي عايز اقوله لك المره دي بقى يا إليزابيث، ان انا بقى اللي بحسدك على هدوء اعصابك وتماسكك، واني اتخنقت اني ابقى طول الوقت ضلك. وقامت سابتها ومشيت. وبتخلص على كده الحلقه الثامنه. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ودعمني كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو ما تنساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برده، بس تعبتني كومنت عشان ابطل.